بسم الله الرحمن الرحيم. انا وسهلا بحضراتكم الناس القديمه عندي هنا في القناه عارفه حاجه عني كويس ان انا بحب اتكلم على برشلونه كتير جدا. مش بتكلم بس عليه واحنا بنخسر، لا لا مؤاخذه، ولا واحد بيعمل ردود افعال بعد الفرقه بتخسر، بس لا انا بحب اتكلم والفرقه كويسه وبحب اتكلم وهذا بعد ما بنكسب. بس المشكله كلها ان احنا حتى بعد ما كسبنا امبارح قدام بلباو ما ينفعش انك تتكلم فني ولا تقول ان الفريق بيتطور مع كومان شويه، والمستوى اللي كنا مستنينه من فرانك ديونج بدا يقدمه مباراه عن مباراه، وتطور بدري بدا يبقى ملحوظ جوه الملعب، وجود عثمان ديمبلي حاجه لازم تكون اساسيه جوه ملعب برشلونه، وانطوان جريزمان بدا ينطق شويه، والفرقه بدات تظبط في الخط الدفاعي، وامتيتي رجع يا دوبك شويه، والكلام الفني ده ارميه على جنب. ليه؟ في حدث مهم حصل برشلونه الاسبوع اللي فات او من يومين ثلاثه، ايه هو؟ تسريب عقد ميسي. هل التسريب ده هو الاول في وجود الاداره المؤقته للنادي؟ اطلاقا عزيزي، في تسريب الاسبوع اللي فات كان بيقال عنه عن اللجنه الفنيه لبرشلونه والتقرير اللي قدمتها لمجلس الاداره، اللي هو يا جماعه احنا عندنا سامو امتيتي ومانجويزا بس هم مش هيقدروا ان هم يسدوا الثغره الدفاعيه، فهنعمل ايه؟ هنروح نجيب الاسطوره الحيه ايريك جارسيا، اللي هو حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. بس عادي، مش دي المشكله، المشكله ان التقرير اتسرب واتقال فيه انه والله يا جماعه اللي سرب مجلس الاداره، ومجلس الاداره هو اللي يتم لومه على التسريب ده. التسريب حتى كده بنروح كرام منك بتتكلم على مانجويزا او عن امتيتي او كمان عن ايريك جارسيا عدى، انما التسريب بتاع ميسي بقى لا، خد تعالى. ما انا عايز افهم دلوقتي مين اللي سرب التسريب ده؟ فهمونا طيب بالعقل، انه نيستا وبارتيمو ده تسريب ضدهم، وتسريب يمحي اي فرصه ولو 2.5% لمكسب المرشح النونيستي القادم في انتخابات النادي مهما كان اسمه، دي حاجه تقصيهم تماما على المشهد الانتخابي جوه النادي. لابورت اشوك، فونت اشوك، التسريب بتاع عقد ميسي ده هيفيد فونت وهيفيد لابورت في الانتخابات، طبعا هيفيدهم بما انهم معارضين للنونيستا، وبالذات لابورت لان لابورت فرص الانتخابات قدام نونيستا قدام بارتيمو الدوره اللي فاتت كانت سيئه، فالمره دي محتاج حدث كبير هو اللي يكسب الانتخابات. وجود ميسي خلاص، ميسي واضح ان الراجل مصمم على ان هو يرحل، موضوع انك تجدد لميسي حاجه بقت صعبه جدا على برشلونه الحاليه وامكانياتها الماديه. فاحنا نتكلم في بقى عقد برشلونه مع ميسي الكارثي اللي بارتيمو ورط فيه النادي، واللي نونيستا بغبائهم لبسوا النادي في ضرائب كتير قوي وفي فلاس للنادي قادم، وان احنا بنجيب الصفقات، وكل ده تحت مسمى عقد ليونيل ميسي. محدش بيتكلم عن ميسي يستحق المبلغ او ما يستحقش، لان ده اولا واخيرا شطاره وكيل اعمال. على راي لويس فيجو، لويس فيجو قال لك وكيل اعمال ميسي محتاج تمثال، علشان خاطر اللي هو عمله مع اداره برشلونه دي حاجه عظيمه جدا، انك تطلع بكل المكاسب دي كلها مهما كنت ليونيل ميسي، دي حاجه تحط لك فوق الدماغ، لان مش هتلاقي عالم اغفى من كده يعمل لك عقد زي ده. 138 مليون في الموسم، ما بناخدش بطولات خالص، و77% مكافاه ولاء، ويقول لك معلش الموندو مسربة العقد والموندو مصورة الكلام ده، مع ان الموندو بتقول لك 619 جايبه لك المبلغ الاخير في عقد ميسي، ده جايبه المبلغ بالمليون وجايبه بالالاف وجايبه بالدولار سعادتك، يعني شويه تاني كان هيقول لك هياخد معاهم كام سنت، وفي الاخر يقول لك ايه؟ اصل العقد كان مزور، النهارده الموندو قالت لهم تعالوا 77 مليون البند بتاع الولاء ده، ميسي خد منه 33 مليون قبل بدايه الموسم، وان في نهايه الموسم هياخد الباقي علشان خاطر دي مكافاه ولاء ليه على بقائه في النادي. هل حد يقدر يتكلم عن ان العقد ده مزور على ان الموندو الدنيا بالنسبه لها عامله ازاي؟ ما اعتقدش، بس الناس كلها اي حد بيحب برشلونه بيتغاضى عن اسم ليونيل ميسي، حرام. ده مش عقد يدمر ميزانيه برشلونه، ده عادي يدمر ميزانيه دوله في الشرق الاوسط عندنا، ومش هنجيب نجيب اسامي علشان الكلام ده ممكن يحبس. المشكله مش كده، المشكله ان دلوقتي الناس كلها بتاخد للحته البعيد اللي والله يا جماعه ميسي يستحق، وميسي ان هو يستاهل كل حاجه وكل الاموال في الدنيا، كفايه ميسي. ما حدش بيقول يا جماعه مدى مصداقيه العقد ده، وان العقد ده لو فعلا حقيقي، مع اني عارف ان العقد حقيقي، المفروض بارتيمو يتحبس علشان خاطر اللي عمل العقد ده ليس الا مغفل. مهما كان ميسي او مش ميسي، انت كده اتضحك عليك وش يا اسطى، و138 مليون في السنه كتير قوي بعد كل ده، حسبي الله ونعم الوكيل. حتى لما بنكسب ما نعرفش نتكلم في الفنيات، طب والله نعمل ايه بقى يعني؟ والله العظيم تعبنا، والله تعبنا، موسم مستنينا يعدي مش راضي يعدي، فضايح مستنيين نخلص منها مش عارفين، حسبي الله.